السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هذا النهار إن شاء الله غادي نحب تكلموا على واحد الموضوع ديال كم يحتاج الأرنب من ساعة من الضوء أو الشمس، يعني لا الأرانب البالغة لا الأرانب الصغيرة، يعني شحال كيحتاجوا ديال الضوء، يعني كما كان الضوء ديال سيدي ربي يعني الشمس أو الضوء ديال التيار الكهربائي، شحال من ساعة كيحتاجوها؟ الجواب هو 16 ساعة. 16 ساعة سمو كيوقع فيها أن الأرنب راه عنده السوايع ديالو كينعس فيهم كيرتاح، وكاين هذاك 16 ساعة يعني خاصو إما الناس اللي ما عندهمش الشمس داخلة، يعني مثلا أنا دايرينها في السطح راني كنستغل يعني هذا الضوء ديال 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 الشمس ديال سيدي ربي، هذا الضوء هذا راه مهم بالنسبه لهم انهم يبقاو فايقين. ما يمكنش اننا نشدوا الارانب ونخزنوهم في الظلمه ونقولوا باللي راه غادي يعيشوا مزيان. اولا العمليه ديال التلقيح يعني ديال المزوجه ضروري يكونوا يعني يكون الضوء كاين، ان الشبكه ديال العين ديال يعني الارنب كتغذي الغده النخاميه، وبالتالي كتكون الخصوبه مرتفعه ملي كيكونوا الضوء يعني كاين. اما شحال واحد كيقول لك لا راه انا داير في حفره، ولا حفره فعلا كيصدقوا كيقول لك على العين كنديرهم في واحد الحفره وكنخليهم، ولكن بالنسبه لليكاج يعني بالنسبه للارانب البلديه. اما بالنسبه للروميه ضروري ليكاج، وخاص الضوء 16 ساعه على الاقل 16 ساعه، لان كاين الوقيته اللي كيبقاو فايقين فيها، كاين الوقيته ديال التزاوج ديالهم خصو يكونوا يعني ضروري انهم يشوفوا النور. كاين قضيه عاوتاني ديال الكهرباء، ممكن انكم تستعنوا بحال هذه البوله هذه، راني داير بوله كما كتشوفوا معايا انا راني معلقه هنايا. هذه البوله هذه سمو كيوقع انها في الليل كتدفيهم وفي نفس الوقت كتخليهم فايقين، يعني انا كنحاول انني نعطيهم الضوء على 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 طول الايام. علاش؟ لان قداش ما بقاو فايقين قداش ما غادي يكون العمليه ديال التسمين كتكون مزيانه. اما بالنسبه للظلمه راه الارانب راه ما صالحه لهمش الظلمه، خاصهم يشوفوا بالعينين ديالهم، خاصهم يضرب فيهم شويه ديال البرد، خاص يضرب فيهم الشمس، حتى الشمس كذلك راه كتنفع بزاف، لان الشمس راه معروفه حتى بالنسبه للانسان، يعني الدار التي تدخلها الشمس لا يدخلها الطبيب، هذه معروفه حكمه من بكري معروفه، يعني الشمس سمو كدير ان الاشعه ديالها كدفيهم اولا، كتجفف لهم هذوك الامعاء ديالهم، ولا كاين شي فضلات كتحيد هذاك يعني الغاز ديال الامونيا، هذه معروفه ان الريحه، يعني حنا حتى ملي كنكون عندنا مثلا شي كواش، واخا تكون عندك الدار موديرن يعني ماشي دار يعني فخمه، من لابد ما تخرج الكواش باش كتشوف فيهم الشمس، ملي كضرب فيهم اشعه الشمس سمو كيوقع انهم كتحيد منهم هذوك الجراثيم اللي كيكون فيها. ضروري ان الارانب ديالك تكون فيهم الضوء، يا اما الشمس، وهي الشمس احسن من الضوء العادي، يا الضوء العادي ممكن انه يدير واحد المفعول ولكن ماشي بحال الشمس. الشمس ممكن انكم ديروا واحد الشريجم، يعني تشوفوا الدوره ديال الشمس فين 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 كدور، ودير واحد دير لهم واحد الشريجم تبقى تطلع عليهم الشمس. بالنسبه للضوء كذلك هو التدفئه بالليل، يعني بحال ما ديروش البوله ديال الليد، ديروا هذا البولات اللي كيكونوا ديال اللي فيهم الصفر العاديين، هذوك كيطلقوا واحد النوع من الحراره ممكن انها تدفيهم بواحد الطريقه يعني ذكيه، يعني ماشي غادي تشري كليماتيزور ولا غادي تشري، غير خصو يكون داك البلاصه اللي فيهم هما تكون مغلقه، وهذاك الضوء انه غادي يدفيهم بواحد الطريقه يعني كما قلت لكم ذكيه وبسيطه. يعني ممكن انكم دير غير السوايع ديال الليل ديروا هذيك البوله وطفيو عليهم. سمو كيوقع ان ما كيجيكمش الضوء غالي، لان البوله ساعه كتحسب بدرهم،
يعني راه يعني شحال مواط فيها، بحال دابا كنقولوا 100 واط، 100 واط ممكن ان تحسب لك ساعه بدرهم، يعني ما غاديش تسهلكم بزاف ديال 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 الكهرباء، يعني غير بما يفوت المرحله ديال البرد. اما بالنهار ممكن انكم تستعنوا بالضوء ديال ديال سيدي ربي، الضوء ديال ديال اللي عطانا الله، والشمس راها مهمه في 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 التربيه ديال الارانب. اذا الجو ديال هذا النهار شحال كيحتاج الارنب من ساعه ديال الضوء، سواء كانت الشمس او التيار الكهربائي، كيحتاج 16 ساعه. اذا هذه الحلقه ديالنا هذا النهار كنظن انها تكون فاتكم. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم، تكيو على زر الجرس كيصلكم جديد، وساندونا بزر جيم، والى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.